طبعا حكينا انه تحد المسؤوليه تحديد الجوده الى اداره الشراء، ولكن حكينا طالما هي المسؤوله عن تحديد مستوى الجوده لانه هي على اطلاع دائم بالسوق، لانه هي المسؤوله عن توفير المستلزمات بالجوده المناسبه، ولانها بتمتلك رجال مختصين، وفي النهايه هي المسؤوله عن الكلفه النهائيه للشراء. لكن في عيب انها حتركز لي على الجانب الاقتصادي بغرض تخفيض كلفه الشراء الى اقل الاسعار، فبالتالي هدفها هدف اقتصادي. طيب هناك حالات أو حالات استثنائية لإدارة الشراء يمكن من خلالها تعديل المواصفات المطلوبة للأصناف، ما هي؟ بحكي لي أول حالة مدى توفر المواد. حكينا طالما في عندي مواد متوفرة وأكثر من مورد ممكن يزودني، فبالتالي يكون هناك إمكانية لإدارة الشراء إنها تشارك في عملية أو تقترح على الجهة صاحبة الطلب إنها تعيد النظر في المواصفات التي تم طرحها، بحيث أنه ممكن توفيرها بأصناف أخرى بنفس الجودة وبأسعار أقل. إذا كلما زادت أو كلما كان هناك وفرة في المواد، كلما كان هناك إمكانية لإدارة الشراء بإمكانية تعديل الطلب. 2، وجود مواد بديلة. طالما في مواد بديلة أي تؤدي نفس الغرض ولكن بشكل تاني، فيحق لإدارة الشراء إنها تطلب من الجهة صاحبة الطلب أيضا إنها تعيد النظر في المواصفات المطلوبة. 3، التنميط. حكينا طالما إدارة الشراء بتعتمد إنها تشتري نفس المواصفات، يعني في مواصفات عامة محددة لهذه الأصناف، بيكون أسهل لها لأنه في النهاية ما حيتم عليها إدخال تعديلات زي لما يكون في عندي مواصفات خاصة. لما يجي يطلب طلبية بمواصفات خاصة يعني في هناك تعديلات على المواصفات السابقة، فبالتالي كل ما كان في تعديل كل ما كان في كلفة أكتر. فبالنهاية إدارة الشراء بتحاول إنه دائما تطلب الأصناف الأصناف المطلوبة لديها بمواصفات عامة. آخر حاجة الكلفة الكلية الأقل. إدارة الشراء من مهامها أنها توفر السلعة وتوفر الصنف المواصفات اللي تم تحديدها، تمام؟ لكن حكينا أنها لازم أول بأول يكون على اطلاع دائم بالسوق وبالتغيرات اللي بتحصل، عشان في النهاية يكون في عندها دراسة كاملة عن السوق بحيث أنها تستفيد منه من خلال توفير الأصناف بالجودة المطلوبة وبأقل الأسعار. فلازم يكون في هناك تكامل ما بين الناحية الفنية والناحية الاقتصادية. نختم المحاضرة السابقة أنه لا يمكن القول أن مسؤولية تحديد الجودة هي تقع على عاتق إحدى الإدارات، وإنما هي مسؤولية جماعية لتحقيق هدف المنظمة. الآن نبدأ بمحاضرة اليوم إن شاء الله، وهي توصيف الجودة. يا جماعة عملية توصيف الجودة هي عملية صعبة، لأنك أنت بدك تأخذ بجميع آراء الإدارات الموجودة عندك. فإيش هي المواصفات؟ المواصفات هي وصف دقيق لما تحتويه السلعة من المواصفات التفصيلية اللي من خلالها بحكم على جودة السلعة. يعني ما اجي احكي لك ايش المواصفات اللي انت عايزها في السلعة، او ايش المواصفات اللي انت طالبها. مثلا لو بدك تشتري فستان، ايش المواصفات؟ او والله بدي فستان قطيفة بمواصفة كذا كذا كذا، لونه شكله قياسه. فبتدي انت ايش تبدي تدي مواصفات دقيقة ومتكاملة عشان في النهاية تحصلي على نفس الطلب أو على الصنف بنفس المواصفات. فبالتالي هي وصف تفصيلي للمواد اللي بتستخدم في صنع المنتج، سواء كان لفظ كمي أو لفظي أو كمي، طبعا كمي من ناحية العدد. طيب حكينا أساسا عملية إن أضع مواصفة ليست بالعملية السهلة، لأنه في تكامل ما بين الإدارات ولازم نأخذ بآراء جميع هاي الإدارات. طبعا إدارة التصميم حكينا حتركز لنا على الكفاءة الفنية للجزء أو المنتج، لأنه في النهاية اللي حتحط الشكل النهائي للمنتج. إدارة المبيعات لأنها بتركز على مدى قبول المستهلك للمنتج، لأنه في النهاية لما تيجي تطرح السوق في تطرح المنتج في السوق، غرضها أو هدفها الأساسي إنه يتم شراءها من قبل المستهلك. إدارة الإنتاج بهمني أن مدى إمكانية أو تسهيل عملية التشغيل، لأنه في النهاية أنا بهمني الناحية الإنتاجية تمر العملية الإنتاجية بشكل سهل. إدارة الشراء طبعا تخفيض كلفة الشراء، فبالتالي يا جماعة لازم أن احنا ناخذ بآراء جميع هاي الإدارات. بيحكي لي في مجموعة عندك من الشروط يجب توفرها في المواصفات.
طب ليش هاي الشروط؟ عشان في النهاية لما يجي المورد يزودني بالطلبية تكون مطابقة للمواصفات والمعايير اللي تم وضعها سابقا في طلب التوريد. أول شرط إشباع رغبة الإدارة الهندسية والمبيعات، 2 إشباع متطلبات إدارة الشراء، 3 إشباع رغبة إدارة الإنتاج. طبعا حكينا سابقا لأنه كل إدارة إلها هدف معين. 4 تلبية متطلبات وظيفة فحص طلبية الشراء الوردة. طبيعي لما أجي أفحص حفحص بناء على إيه؟ بناء على المواصفات اللي تم تحديدها في طلب التوريد. تسهيل مهمة إدارة التخزين، طبيعي عشان لما نيجي نضع المخزون في المخازن يكون في عنا سجلات خاصة في كل صنف تم إدخاله، بحيث تنسهل عملية صرف تلك الأصناف للإدارات المختلفة. تسجيل المواصفات بشكل واضح عشان ما يصير في عنا لبس ويتم خلق مشاكل ما بيننا وما بين المورد، فبالتالي لازم تكون المواصفات دقيقة ومتكاملة. هذا بالنسبة للجزء الأول. الآن الموضوع الأهم أنه أنا فعليا كيف بأحكم على صنف أو على مادة بأنها ذو جودة؟ هناك مجموعة من الطرق المستخدمة في توصيف الجودة. أول طريقة التوصيف بطريقة العلامة التجارية، التوصيف بطريقة المواصفات للمواد المشترى، التوصيف بطريقة العينات، والتوصيف بطريقة الرتب، التوصيف بطريقة الأنماط الصناعية، التوصيف بطريقة الأداء للمادة المشترى، والتوصيف بطريقة الخواص الكيميائية والطبيعية والفيزيائية. إذا عندنا 7 طرق نستخدمها في توصيف الجودة. بالنسبة لأول طريقة وهي التوصيف بطريقة العلامة التجارية، اليوم لما أنت تنزل على السوق بدك تشتري شنطة، تمام؟ شريت الشنطة من محل معين، استخدمتها وحسيت انه فعليا والله لبت الحاجة وضلت عندي فترة طويلة وما يعني حتى مشيتها كويسة جدا، فبالتالي انت بصير عندك ادراك انه والله فعلا هذا المحل منتجاته ذو جودة. اذا لو انت شريتيها من عند الشرفة فبتقولي والله الشرفة اصبح اسم عندك تجاري، انت بتصيري تتداولي معاه كل معاملاتك تشتري من عنده. الآن العلامة التجارية أو الاسم التجاري يا جماعة من الصعب أنك أنت تبنيه في لحظة معينة، عشان هيك دائما أو أساس تعامل المنظمة مع موردينها أو مع مستهلكينها الثقة. إذا العلامة التجارية أو مدى استخدام المستهلك للعلامة التجارية بيعتمد على مدى الثقة بتلك العلامة التجارية. طالما أنت وجدتي أنه فعليا لما شريتي من ماركت شانل مثلا فهتلاقي والله فعليا بعد هيك انه انت او خلاص كل مرة بتروحي بتشتري من عندها، فاصبحت هناك اصرار انه انت بس بتشتري من عندها من الماركة هذه. طبعا هاي الماركة يا جماعة انت اصلا ما بتحتاجي، او ليش بتم انك تستخدم هاي الطريقة لما تيجي تشتريها؟ لانه فعلا المشتري ما عنده الوقت انه يذكر كل المواصفات او ما عنده الامكانية انه يذكرها بالدقة المطلوبة، فبالتالي هو خلص بيكون على ادراك وثقة بانه العلامة التجارية او هذا المحل بوفر لي اياها بالمواصفات المطلوبة. ايضا انه استخدام نفس العلامة التجارية مفيد وناجح. لما انت تصير زبونة لتلك العلامة التجارية اكيد حيمنحك خصومات، ممكن يقدم لك عروض، فبالتالي مفيد وبناجح. ايضا ممكن الصنف انه خلص فعليا هي مشتهرة فيه، زي مشتهرة فيه يعني هي خلص هي يعني هي اللي انتجته فهي على دراية كاملة بمواصفاته، فبالتالي انت بتصير مصرة انك تشتري من عنده. زي لما تيجي تشتري مثلا شاشات التلفزيون من ماركة LG، تلقى 4 انه بيحكوا لك المسؤولين عملية وضع المواصفات عملية مكلفة. طبيعي لما بدك تيجي تحطي مواصفة معينة لمنتج ده يكون عن دراسة، يعني بدك تنزل على السوق وتشوف ايش المواصفات اللي بده يطلبها المستهلك في تلك المنتج. احيانا بيكون الكمية اللي انت شاريها قليلة، فبالتالي ليش تعملي عملية مكلفة وتقعدي تحطي تفاصيل وهي اصلا انت ضامنة انه العلامة التجارية توفر لك اياها. أحيانا بيحكي لك إنه يكون الصنف جزء من آلة، يعني ممكن قطعة آلة عندك خربت بدها قطعة معينة وترجع تاني تشتغل، فبالتالي هاي القطعة خلص ممكن هي مس متوفرة عند هذه العلامة التجارية، فأنت بتكوني ملزمة أنك تشتريها من عند العلامة التجارية. طبعا هذه الأسباب اللي بتعزو إلى الاستخدام أو التوصيف بطريقة العلامة التجارية.